إذا نسمع أصوات الانفجارات والقصف الناجم عن قصف ميليشيات الطائفية لمدينة خان شيخون. متابعينا ومتابعي صفحة أوريانت، نشاهد الآن في هذه اللحظات القصف على مدينة خان شيخون، القصف الكثيف الذي يطال المدينة من قبل ميليشيا أسد الطائفية. أكثر من 60 صاروخ حتى اللحظة سقطت على مدينة خان شيخون، على المدنيين في مدينة خان شيخون، على من تبقى من أهالي المدينة بعد أن نزح أكثر من 85% من سكانها عنها، ولم يتبقى فيها إلا من لم يستطع النزوح ولم يجد مكان ينزح إليها أو يلجأ إليه. إذا عملت الدخان تصاعد من كافة أحياء المدينة، نلاحظ أن القصف يستهدف كافة أحياء المدينة، يركز على الأحياء السكنية فيها، يركز على تجمعات المدنيين. يأتي ذلك بعد يوم من قيام ميليشيا أسد أيضا بقصف المدينة ليلة البارحة براجمات الصواريخ وصواريخ الأرض أضواء الطيران الحربي. القصف لا يهدأ على خان شيخون ليلا أو نهارا، القصف مستمر منذ أكثر من ساعة حتى اللحظة لم يهدأ. أيضا الأهالي الآن أو من تبقى من العوائل يخرج بسرعة هاربا من الموت الذي فرضه عليه نظام الأسد في مدينة خان شيخون. المدينة التي كانت تكتظ بها السكان وتمتلئ بها الحياة الآن باتت شبه خالية من سكانها بعد أن كثفت ميليشيا أسد الطائفية قصفها عليها. يأتي ذلك تزامنا مع استهداف هذه الميليشيات لمخيم في ريف إدلب الشمالي الغربي في منطقة بسنقول أو أورم الجوز، والذي أسفر أيضا عن وقوع إصابات بين المدنيين. البارحة أيضا هناك كان هناك شهداء وجرحى بين المدنيين في خان شيخون. الآن لا ندري ما حصيلة القصف على هذه المدينة أو كثافة هذا القصف الذي لم يهدأ حتى اللحظة. عموما النزوح من خان شيخون مستمر، القصف على سراقب مستمر، القصف على معرة النعمان مستمر، القصف على خان شيخون مستمر حتى اللحظة. محمد فيصل، أورينت نيوز، مدينة خان شيخون، جنوب إدلب.